السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ المستوى الثاني ابتدائي، مرحبا بكم في قناتكم لنقرأ معا. نصنا اليوم عائشة الطبيبة، الصفحة 60 من الكتاب المدرسي. سنقرأ هذا النص قراءة مقطعية لتسهيل القراءة على غير المتمكنين منها، فتابعوا جيدا. لدينا العنوان: عائشة الطبيبة. لعائشة دمية جميلة تلبسها أجمل الملابس وتصفف شعرها، وذات يوم بدت لها دميتها شاحبة اللون، فخاطبتها: ما بك؟ أراك اليوم تعبة. وضعت عائشة السماعة في أذنيها ثم مددت الدمية على السرير وأخذت تجس نبضها وتقيس حرارتها. آه، حرارتك مرتفعة، افتحي فاك، اللوزتان منتفختان، سأكتب لك وصفة يجب أن تتناولي الدواء بانتظام. استرجعت الدمية عافيتها واستأنفت اللعب مع صديقتها الطبيبة عائشة. وبهذا نصنا لهذا اليوم يكون انتهى. إلى الملتقى إن شاء الله.